مشروع قرار أوروبي يضع خامنئي ورئيسي والحرس الثوري والبسيج على قوائم الإرهاب. رغم التنديد الواسع، طهران تفاخر بالإعدامات وتصفها بدليل قوة. واشنطن تهدد طارقي أبواب دمشق، وموسكو تفضح اتصالات أمريكية خلف أبواب مغلقة مع الأسد. الممثلة الأممية تشيد بحزب الله وتحبط اللبنانيين بمكافأة القاتل. Well, the war can end. It must end through a negotiated solution. That is the only way out, and that is our focus right now. We are where the government is. وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم الرياض لوقف النار في اليمن ويشدد على أن الحرب يجب أن تنتهي بالتفاوض. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج 19، تمتد على مدى ساعتين نناقش فيها أهم أحداث اليوم، والبداية من اليوم الأوروبي المرتقب غدا في الشأن الإيراني. فالبرلمان الأوروبي يبحث غدا كيفية دعم الشعب الإيراني في وجه بطش النظام وقمعه. ما ورد في مشروع القرار يشي بالكثير عما يمكن أن يحمله يوم غد. من جهة الدعوة لإدراج المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس رئيسي على قوائم الإرهاب في أوروبا، إضافة إلى الدعوة لإدراج الحرس الثوري والبسيج وفيلق القدس على قوائم الإرهاب، على أن يدعو مجلس حقوق الإنسان لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن. ومن المنتظر أن يدعو مشروع قرار البرلمان الأوروبي إيران للإفراج الفوري عن الرعايا الأوروبيين. ومن المرتقب أن يدين مشروع قرار البرلمان بشدة اعتداءات الحرس الثوري على أقليم كردستان العراق. المفوضية الأوروبية أكدت مجدداً أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على قمع السلطات الإيرانية تجاه المظاهرات الشعبية المستمرة. مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندر شدد على أن المفوضية تدعم آلية تقصي الحقائق المستقلة الدولية في إيران لمعرفة الحقيقة بحسب تعبيره. كما اتهم النظام الإيراني باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لإرهاب شعبه، موضحا أن حدة الاحتجاجات خففت في الأسابيع الأخيرة بسبب الاعتقالات الجماعية وبطش السلطات الإيرانية وفق تعبيره. وصف المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود دستايشي إعدام المسؤول الإيراني السابق علي رضا أكبري، والذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، بالصفعة القاسية لبريطانيا. ودافع المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية عن إعدام أكبري المتهم بالتجسس، واعتبره علامة على قوة وحساسية النظام القضائي في إيران على حد تعبيره. اعتقال الرعايا الأجانب في إيران يثير مخاوف الولايات المتحدة وبلدان أوروبية من مصير مجهول يخيم على مواطنيها القابعين في سجون طهران. ففي الأيام الأخيرة فقط برزت 4 قضايا لرهائن يعانون من ظروف احتجاز قاسية، وحتى أسباب اعتقالهم مشكوك فيها. الأمريكي الإيراني سياماك نمازي المعتقل منذ أكثر من 7 سنوات بتهمة التجسس، لم تفلح مناشداته بالإفراج عنه بسبب وضعه الصحي. الرهينة الفرنسي الأيرلندي برنار فيلان
تحذر فرنسا من وضعه الصحي الهش بعدما تم اعتقاله في أكتوبر الماضي بذريعة التجسس، وتقول الخارجية الفرنسية إنه بحاجة لمتابعة طبية لا تتوافر في مكان احتجازه. البلجيكي أوليفي فان دي كاستل تم اعتقاله في إيران قبل عام، وتصف الحكومة البلجيكية هذا الاعتقال بأنه كان تعسفياً ومن دون أدلة حقيقية على ما تروج له طهران بأن الرجل يعمل لصالح استخبارات أجنبية بينما يعيش حالياً في ظروف غير إنسانية. أما آخر ضحايا الاعتقالات الإيرانية ضد الرعايا الأجانب فهو ألماني بذريعة تصويره منشآت نفطية في مدينة أميديه دون الإعلان عن تفاصيل أخرى أو معرفة اسمه. النظام الإيراني وحسب السلطات القضائية احتجز رعايا أجانب، حيث تم تسجيل اعتقال ما لا يقل عن 40 أجنبياً خلال الاحتجاجات المندلعة منذ سبتمبر الماضي، فيما يبرر النظام الاعتقالات بأنها تأتي بسبب المساس بالأمن القومي للبلاد، وأن الاعتقالات تمت بموجب القانون، وطهران مستعدة لتبادل السجناء مع الغرب. ومع استمرار إيران في عملية الاعتقالات وحملات القمع وانتهاك حقوق الإنسان، توعدت الولايات المتحدة ودول أوروبية بالرد ووضع حد لنهج قائم على حجز رهائن أجانب كورقة لمساومة الغرب. ومن بروكسل ينضم إلينا إنريكي سيربيتو خبير الشؤون الأوروبية والدولية. أهلا بك سيد إنريكي. إذن كما رأينا في نهاية هذا التقرير فإن الاتحاد الأوروبي يحاول وضع حد لكل هذه الانتهاكات الإيرانية. غدا هناك جلسة مرتقبة للبرلمان الأوروبي ويطرح خلالها إدراج خامنئي ورئيسي على لائحة العقوبات وأيضا البسيج والحرس الثوري الإيراني. هل وارد أن يلقى هذا الطرح إجماعا من قبل البرلمان الأوروبي؟ بداية أود أن أهنئكم على هذا التقرير الذي عرضتموه بشأن كل الرهائن المعتقلين في إيران، وعلى الرغم من أن غالبية ضحايا القمع هم إيرانيون، وهذا لا يمنع أن يكون هناك رعايا أجانب وأوروبيون وراء القضبان. بالنسبة للبرلمان الأوروبي بالتأكيد هناك موقف واضح ظهر خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد أحكام الإعدام التي نفذت في إيران. الموقف واضح كل الوضوح، وهو مؤيد للشعب الإيراني وضد النظام، وبالتالي فإن البرلمان الأوروبي سوف يتحرك، لكنه لا يمكن أن يدرج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. ولكن كون البرلمان الأوروبي يدعم قرار من هذا القبيل هو بحد ذاته يعتبر موقفا صارما قد يدفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتبني موقف واضح بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأوروبية. طيب لماذا سيد إنريكي تستبعد أن يتم إدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الراعية للإرهاب؟ ما أقوله في الواقع أن القرار هو قرار تتخذه حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ما يقوم به البرلمان الأوروبي هو أن يقدم توصية باتخاذ موقف كهذا، وبالأمس رئيس المفوضية الأوروبية قالت إنها تؤيد تحركا من هذا القبيل، والبرلمان الأوروبي يقول أيضا أنه يدعم قرارا كهذا. أنا لا
لا أرى عراقيل أمام اتخاذ هذا الموقف، ولكن يجب أن يقرر أعضاء الاتحاد الأوروبي من خلال اجتماعهم لوزراء الخارجية بضم الحرس الثوري لقمة الإرهاب. فمن الواضح أن هناك موقف يتجلى كل يوم بشأن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. طب ماذا عن المحاولة الأخرى لدعوة مجلس حقوق الإنسان لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن؟ هل أيضا تعتقد بأن الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي يمكن أن يتفقوا على هذه النقطة؟ في الوقت الراهن التحرك كهذا وارد، لا أرى أي عراقيل أمامه، ولكن المشكلة تكمن في وجود بعض الجهات الفاعلة الأخرى التي هي ليست بالضرورة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يعني بذلك في مجلس الأمن الدولي. ولذلك لست أدري ما هو وقع تحرك أوروبي كهذا، ولكن في أوروبا فيما يتعلق بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، هذا طبعا سيكون له تداعيات فيما يتعلق بتشديد العقوبات ضد إيران، كما أن القرار سوف يؤدي بالنظر إلى أن الحرس الثوري الإيراني هو منظمة تقوم بدور كبير داخل الاقتصاد الإيراني، وبالتالي فإن أي شخص في أوروبا أو خارج أوروبا يقوم بالتعامل مع الحرس الثوري الإيراني يعتبر مخالفا للقانون، لأن الحرس سيكون منظمة إرهابية. وبالتالي أعتقد أن هذا القرار الأوروبي سوف يكون عبارة عن درجة أو خطوة إضافية تتخذ ضد الحكومة الإيرانية. سيد إنريكي، اليوم عندما بدأت يعني هذه الأنباء تتوالى عن مساعي البرلمان الأوروبي، بعض الصحف الإيرانية الناطقة باسم النظام بطبيعة الحال حذرت من تداعيات هذه الخطوة الأوروبية، حتى أن بعض الصحف تحدث عن أن ذلك يعتبر بمثابة إعلان حرب. برأيك هل هذا ما يجعل الدول الأوروبية يعني تتريث قبل القيام بخطوة مماثلة؟ أن يكون لهذه الخطوة تداعيات يعني لا تحمد عقباها من قبل الجانب الإيراني؟ بطبيعة الحال يمكن لنا أن نتوقع موقفا أو تصريحات من هذا القبيل، فالنظام الدكتاتوري يدرك تماما ما أو مغزى قرار أوروبي كهذا. وعلى الرغم من ذلك، على الرغم من التهديدات الإيرانية، ففي البرلمان الأوروبي أنا واثق تماما بأن البرلمان سوف يؤيد قرار كهذا. أما بالنسبة لمواقف حكومات الدول الأعضاء فهي ربما ليست واضحة كل الوضوح، هي تتميز ببعض الغموض، ولكن طالما أن هناك دعم قوي جدا لقرار من قبل المفوضية الأوروبية وكذلك البرلمان الأوروبي لاتخاذ هذا القرار، أنا شخصيا أعتقد أن التهديدات الإيرانية لن يكون لها أي وقع، لأن الأجواء السياسية تدفع باتجاه اتفاق كهذا. ربما هذا الاتفاق سوف يتجسد قريبا. طيب، أيضا البرلمان الأوروبي يبحث إمكانية أو يدعو مشروع القرار المرتقب إيران إلى الإفراج فورا عن الرعايا الأوروبيين، هل من أوراق ضغط يمكن أن يستخدمهم البرلمان الأوروبي يعني تفعيل ذلك أو لتحقيق ذلك؟ ونحن رأينا منذ أيام معدودة تم إعدام المواطن الإيراني البريطاني رغم يعني مطالبات بريطانيا بالإفراج الفوري عنه. وين؟
بالنسبة لهذا الأمر فهو غامض إلى حد ما، أي مسألة التهديدات التي ذكرناها من قبل تعني أن هناك أمور ذات حساسية عالية في إيران إزاء أي قرار من البرلمان الأوروبي، ولكن طالما أن الأمر يتعلق بمعاقبة النظام الاستبدادي في إيران فبطبيعة الحال هذا يعني أن قنوات الاتصال سوف تكون صعبة أكثر فأكثر بين الجانبين، وفي نهاية الأمر فإن طهران يمكن أن تقول أنها لا تكترث إزاء أي تحرك في البرلمان الأوروبي، وذلك لأن أنهم يعارضون هذا التحرك بطبيعة الحال، ولكن لا أعتقد أن منع هذا اتخاذ هذا القرار يمكن لن يتحقق، بالعكس أنا أرى دعم مهم جدا وقوي لتشديد الضغط على النظام الدكتاتوري في طهران. شكرا جزيلا لك إنريكي سيربيتو خبير الشؤون الأوروبية والدولية، كنت معنا مباشرة من بروكسل، شكرا لك. 19 مستمرة وفيها أيضا لافراف يكشف اتصالات بين واشنطن ودمشق. جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة، ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك يعني اتفاق مسبق وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية بأنه لن يتم استدعاء يعني جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول والزعماء الإفريقيين. نتحدث عن أزمة قابلة للاحتواء، أم ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب؟ نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا، ما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. من جديد، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة اقتنعت بضرورة التعامل مع من وصفتها بالسلطات الشرعية في بلدان مثل سوريا، مؤكدا أن واشنطن تجري اتصالات وراء الأبواب المغلقة مع دمشق. وشدد لافروف على ضرورة القضاء على الإرهاب في إدلب السورية وتسوية العلاقات مع الأكراد، محذرا من أن واشنطن تسعى لاستخدام الأكراد لبناء دويلة في سوريا لإزعاج باقي الأطراف، ما يثير قلق تركيا على حد تعبيره. وأكد لافروف أن تركيا تسعى لتطبيع العلاقات مع سوريا وطلبت مساعدة من روسيا في ذلك. وجدد لافروف التأكيد على أن العقوبات الغربية على سوريا غير مقبولة، معتبرا أنها تستهدف المواطنين. وأضاف الدبلوماسي الروسي أن الغرب لا يرغب في عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ويقوم بتسييس قضية عودتهم على حد قوله.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف، وينضم إلينا من واشنطن حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك أستاذ حسين، فيما يتعلق بهذه المساعي أو هذه الاتصالات غير المعلنة بين الجانب الأمريكي وبين النظام في دمشق والتي تحدث خلف الأبواب، في حين أن الولايات المتحدة تجاهر بعدم موافقتها على الدول التي تحاول التطبيع مع نظام الأسد، ماذا يحدث؟ مساء الخير. على حد علمي لا توجد اتصالات يعني خلف الأبواب المغلقة، ما عدا موضوع التنسيق غالبا غير المباشر، تنسيق استخباراتي في موضوع محاولة العثور على أو الإفراج عن المواطن الأمريكي أوستن تايس. هذا هو يعني الموضوع الوحيد الذي أعتقد أنه واشنطن تحاول منذ سنوات إقناع سلطات الأسد يعني الإفراج عنه. أما بخصوص الانفتاح أو التواصل أو التعاطي مع نظام الأسد، فهذا موضوع لا يدخل في السياسة ولا تقوى عليه لا إدارة الرئيس بايدن ولا أي إدارة قبلها أو بعدها، لأنه هذا الموضوع محكوم بقانون قيصر الذي فرض عقوبات على الحكومة السورية، وهذا قانون تم إقراره بغالبية من الحزبين في الكونغرس، وأي إدارة تحاول انفتاح عليها أن تعدل هذا القانون أولاً، وأعتقد أنه تعديل هذا القانون بالأوضاع التي هي عليه في سوريا وفي الولايات المتحدة وفي باقي العالم هو تعديل متعذر في هذا الوقت. طيب أستاذ حسين، دعنا نستطلع رأي الجانب السوري في هذا الموضوع. أستاذ غسان، ما حقيقة هذه الاتصالات من تحت الطاولة التي يتحدث عنها الجانب الروسي بين الولايات المتحدة والنظام في دمشق؟ تحياتي لك كريستيان وللسادة المشاهدين. يعني تعرفين بأن يعني هذه ليست المرة الأولى التي يعلن عنها عن هذه الاتصالات. يعني في 28/8/2018 أعلن عن وفد أمريكي استخبارات إدارة سوريا لبحث كما قال الضيف من واشنطن موضوع أوستن تايز، ولكن كان هناك شروط سورية، يعني أولا انسحاب الاحتلال الأمريكي الغير شرعي الموجود في سوريا، وأيضا احترام وحدة يعني الأراضي السورية، وعدم دعم الإرهاب، وأيضا عدم دعم المجموعات الانفصالية في سوريا. هذه يعني الثوابت التي تحدثت عنها سوريا ما زالت موجودة، ولكن اليوم أهمية تصريح يعني كبير الدبلوماسيين في روسيا، يعني وزير الخارجية، يعني هو أنه صدر عن وزير خارجية روسيا وهي الدولة العظمى، وطبعا يعني لافروف لم يكن ليتحدث عن هذا الموضوع لو لم يكن هناك حقيقة في هذا الشأن. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة حتى لو كان هناك قانون قيصر وغيره من القوانين، يعني هي قادرة على أن تقيم علاقات سرية مع أي دولة يعني تريد أن يكون هناك اتصالات معها. ولكن الجانب الآخر كما قلت لك، دائما سوريا تؤكد بأن العلاقات مع واشنطن يجب أن تكون علنية، ويجب أن تكون يعني احترام بالسيادة السورية. وأيضا بالنسبة لأوستن تايس، قالت الدولة السورية بأن هذا الشخص لم يدخل بشكل شرعي، يعني من مثلا من المطار أو من الحدود أو من المعابر الشرعية السورية، وإنما دخل من تركيا مع مجموعات إرهابية، وقالت ونفت يعني أن هذا الشخص ليس موجود لدى الحكومة السورية. وأعتقد يعني أن الرئيس السابق دونالد ترامب حاول فعلا يعني أن يعثر على هذا الشخص، وأيضا بايدن، ولكن كما قلت لك الحكومة السورية نفت أن يكون أوستن تايس لديه. عفوا أستاذ حسين، شكرا. إذا كان يعني هذه المساعي الأمريكية عارية عن الصحة، ما دوافع الوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للتصريح بها، وحتى أكثر من ذلك للقول بأن الولايات المتحدة اكتشفت بأنها مضطرة للتعامل مع السلطات القائمة في بعض البلدان لا سيما في سوريا؟ أولا تصريح الوزير لافروف هو تصريح يناقض نفسه، لأنه هو من ناحية يقول أنه أمريكا تفاوض الأسد سراً، ومن ناحية ثانية يدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن المجموعات الكردية في الشمال الشرقي واحترام وحدة البلاد.
يعني هاتان سياستان متناقضتان لا أعتقد أن الولايات المتحدة تنخرط فيهما في الوقت نفسه. بالنسبة لموضوع محاولة التواصل مع الأسد، يعني إدارة بايدن خصوصا قبل سنتين على ما أذكر كان هناك محاولات لمد لبنان بالغاز عن طريق الأنبوب العربي من مصر إلى الأردن إلى لبنان، وهو ما كان يتطلب المرور عبر سوريا، وكان تمويل الغاز يأتي من البنك الدولي التي يعني الذي يدفع الأموال إلى مصر. طبعا هذا كان يتطلب إصدار استثناء من الولايات المتحدة، يعني استثناء لقانون قيصر حتى يمر الغاز، ولكن مع ذلك لم يصدر الاستثناء وهو ما عطل المشروع برمته، ولم يتم يعني البنك الدولي توقف ومصر توقفت. فهذا مثال بسيط عن موضوع يعني فقط هو مرور غاز ما يعود على الحكومة السورية بعائدات يعني ريعية بسيطة. هذا مثل بسيط عن حتى لو أرادت الإدارة الأمريكية حتى ولو عملت على مشاريع لي يعني التعامل بسيط مع أسد، أعتقد أنه قانون قيصر كبير جدا ومعقد جدا ويتمتع بإجماع هائل، ويعني لا يمكن لأي إدارة تجاوزه. طبعا المحادثات السرية موضوع آخر، ولكن المحادثات السرية كما قلنا تكون لهدف محدد، ولكنها لا تعني انفتاح أو تجديد العلاقة أو يعني أو السماح بانفتاح الاقتصادات الأخرى على الاقتصاد السوري. طيب أعود إليك أستاذ غسان فيما يتعلق ب يعني تشديد لافروف على ضرورة القضاء على الإرهاب في إدلب السورية وتسوية العلاقات مع الأكراد، حتى أنه تحدث أيضا عن أن تركيا طلبت وساطة روسيا من أجل التطبيع مع النظام. إلى ما آل هذا الملف؟ يعني أنا ما مصلحة روسيا بتسهيل الوصول إلى خواتيمه؟ نعم، يعني اليوم تصريح لافروف يعني هو غاية في الموضوعية، غاية في الدقة، هو يؤكد على يعني أمور كثيرة فعلا، يعني فيما إذا اعتمدت يعني يكون هناك حل للأزمة السورية. مثلا يعني هو أكد على خروج الاحتلال الأمريكي، أكد على ضرورة عدم دعم الولايات المتحدة للمجموعات الانفصالية والإرهابية، أيضا أكد على ضرورة إنهاء المجموعات الإرهابية في إدلب، وتعرفين بأن يعني هناك حوالي 10 فصائل في إدلب هي مصنفة إرهابيا حتى في الولايات المتحدة، وهذا التصنيف صنفته الأردن بإجماع دولي، ومنها هيئة تحرير الشام وحراس الدين وداعش و يعني الحزب الإسلامي التركستاني والغرباء وإلى ما هنالك، يعني سلسلة تطول، وهؤلاء كلهم موجودون، وحتى الآن الولايات المتحدة تتعامل معهم وتدعمهم بالسلاح والمال وتغض النظر وترسل المراسلين لمقابلة الجولاني. أنا أقول لك طبعا موسكو مستفيدة في حال تم القضاء على الإرهاب أو في حال حدثت مصالحة سورية تركية أن يكون هناك ارتياح في الملف السوري، وأن تعود الدولة السورية أن تسيطر على كامل الأراضي السورية، وبالتالي يكون هناك ارتياح من المجموعات الإرهابية، تفكيك المجموعات الإرهابية التي قد تنتقل إلى روسيا. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا يعني باعتبار أن روسيا هي علاقة يعني على علاقة جيدة مع كل من تركيا وإيران، أيضا يمكن أن تكون سوريا على علاقة جيدة مع تركيا، ويعود الانفراج الاقتصادي بين البلدين. ولاحظي يعني مثلا طرحت روسيا وإيران أن تكون سوريا أيضا ضمن مجموعة الستانة، يعني أن تكون عوض أن تكون ثلاث دول، يعني هي روسيا تركيا إيران، أن تكون أيضا سوريا، وأعتقد بأن هذا في حال حدث. ولكن لاحظنا بأن الولايات المتحدة قالت بأنها يعني لا تشجع على هذا الحوار مع الدولة السورية، ورفضت هذا الحوار. وفيما إذا ثبت يعني ما قاله لافروف بأن هناك اتصالات وأن الولايات المتحدة تحاول أن تتوسط روسيا، يكون هناك فعلا يعني هناك تناقض فظيع في السياسة الأمريكية المتناقضة جدا يعني في سوريا. مثلا لاحظي بأن الولايات المتحدة تقوم ببناء قوات سوريا الديمقراطية، تتصور يعني لي يقولون بأن هناك يعني جيش آخر غير الجيش السوري، وأيضا يعني تقوم ببناء ما يسمى جيش سوريا الحرة في قاعدة التناف ليسيطر على الجنوب السوري. الولايات المتحدة هناك خطة في الولايات المتحدة لتقسيم سوريا، ولاحظي دعم المجموعات الانفصالية في الشمال الشرقي
هو طيب هذا أيضا أستاذ غسان ما شدد عليه اليوم سيرجي لافروف في كلامه. أنتقل إلى أستاذ حسين. قال أيضا سيرجي لافروف بأن الولايات المتحدة تحاول وتسعى إلى تقسيم سوريا، والدليل بأنها تدعم الأكراد هناك رغم انقضاء مهمتهم وانتهائها ألا وهي مقاتلة داعش. كيف تردون على ذلك؟ يعني الأرجح أنه الوزير لافروف هو الخبير بتقسيم الدول، بما أنه يعني حاول تقسيم أوكرانيا أو دول أخرى، ولكن لا يوجد مثل في التاريخ الأمريكي منذ قيام الدولة أنه الولايات المتحدة قامت بتقسيم دولة أو اعترفت بحكومات مثلا ضد الحكومة السورية. حاليا الولايات المتحدة تعترف بالحكومة السورية القائمة وتمارس عليها، تفرض عليها عقوبات، ولا تعترف بسيادة أي من المجموعات الأخرى. التسليح والدعم لميليشيات محلية لأهداف محدودة في حالة المجموعات الكردية كان بهدف القضاء على داعش، وحصل مثل ذلك. يعني قامت الولايات المتحدة بدعم قصد الكردية، ولكنها في نفس الوقت قامت بدعم الحشد الشعبي في العراق وقوات العشائر السنية العراقية للهدف نفسه. أما التنف فهو يعني الهدف الرئيسي هو إبقاء القوات النظامية السورية بعيدة عن مصدر النفط الوحيد السوري في البلاد. فهذه أهداف محددة تقوم الولايات المتحدة بتسليح مجموعات وبالإشراف على عمل هذه المجموعات، وهذا بعيد كل البعد عن أي تقسيم أو أي اعتراف بسيادة يعني حكومة معارضة أو مثلا فتح سفارة أو فتح مكاتب لهذه الميليشيات. كل هذه الموضوع مواضيع لم تجري ولا أرى أنه هي ستجري في المستقبل القريب، ولذلك الحديث عن تقسيم واعتراف بدولة أخرى، تقسيم سوريا إلى دويلات، أعتقد أنه هذا حديث سياسي فقط. شكرا جزيلا لك حسين عبد الحسين، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، كنت معنا من واشنطن. كما أشكر أيضا الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف، حدثنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما. ازدادت حالات الوفاة والإصابات بالكوليرا شمال غربي سوريا، تحديدا في مخيمات النازحين، نظرا للأوضاع الخدمية السيئة وعدم توفر الرعاية الطبية الكافية. إنذار من الدرجة الخطيرة يقرع أجراس مخيمات النازحين السوريين لتتزامن المأساة الإنسانية مع أزمة صحية. المنظمات المحلية والدولية في شمال غربي سوريا حذرت من ارتفاع في أعداد الإصابات بالكوليرا بشكل غير مسبوق، خاصة بين النازحين في المخيمات العشوائية. منطقة أطمة الحدودية تضم عشرات المخيمات، فيها أكثر من نصف مليون نازح أصبحوا الآن معرضين لخطر الكوليرا، لتكون الظروف الخدمية لديهم عاملاً مساعداً لانتشار الجرثومة. النازحون يعيشون حالة من الخوف والقلق البالغين بعد تسجيل 6 وفيات بمرض الكوليرا والاشتباه بأكثر من 50 حالة مصابة بالمرض ذاته قبل أيام. الأعداد التراكمية للفترة الماضية في شمال غربي سوريا وصلت إلى 20 حالة وفاة، والإصابات سجلت 37,500، منها 6,000 خلال الشهر الحالي وفق مديرية صحة إدلب. مع استمرار تفشي المرض تبقى الأرقام عرضة للزيادة، ويبقى الأطفال الأكثر ضرراً. المديرية ذاتها أكدت أن دفعة من اللقاحات ستدخل المنطقة، تم تقديمها من قبل اليونيسف والتحالف العالمي للقاحات. 19 مستمرة وفيها أيضاً. وزير الخارجية السعودي يقول إن الصراع في اليمن لن ينتهي إلا بتسوية سياسية. كشفت جولة لكاميرا الحدث في ولاية كسل شرقي السودان عن أوضاع إنسانية صعبة جراء السيول والفيضانات. نحن القاش حاصرنا من كل الاتجاهات. عدد الضحايا وصل إلى 79 حالة وفاة، كما أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل فاقت 15,000. بعض المنظمات تحاول حصر حجم الأضرار، ولكن طبعا هي تفوق إمكانياتهم. كيف يمكن معالجة ما يجري في ولاية الجزيرة؟ عقدتم اليوم اجتماعاً لقوى الحرية والتغيير، الشق، التوافق الوطني. ما الذي جرى في اجتماع اليوم؟ أي نقاط
نوقشت. المطلوب الآن من القوى السياسية في السودان أن تسارع الخطى في التوافق حول أطر دستورية. ما تبقى من الفترة الانفصالية يحكمه كل الشعب السوداني. نحن ضد الإقصاء. لماذا لا تجتمع هذه القوى وتضع البلاد نصب عينيها أنه بالفعل هناك بلاد بحاجة إلى أن نصل إلى حل؟ إلى متى ستظل الأمور معلقة؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر، هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. أحييكم من جديد. تغريدة لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت جوانا ورنيكا أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية اللبنانية. الممثلة الأممية أعلنت عبر حسابها على تويتر أنها بحثت في قضايا ذات أولوية للبنان مع مسؤول الوحدة وحدة العلاقات العربية والدولية في ميليشيا حزب الله عمار الموسوي، وتناول البحث انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأثير التطورات الإقليمية والدولية على البلاد. مراقبون اعتبروا موقف ورونيكا بشادة بدور ميليشيا حزب الله في لبنان، وتخوفوا من تغير المزاج الدولي حيال الميليشيا ومن أي تسوية مقبلة على حسابهم السياسي. النائب السابق فارس سعيد عبر عن استيائه من تصريحات ورونيكا وطالبها بتوضيح، واصفا إشادتها بالموسوي بالإشارة السيئة. تصريح ورونيكا يأتي بعد أيام على مقتل الجندي الإيرلندي أثناء دورية للقوات الدولية في إحدى مناطق نفوذ حزب الله، ما وصفه مراقبون بمحاولة المهادنة مع الميليشيا بدلا من وضع حد لتجاوزاتها المتكررة التي تتحدث عنها الأمم المتحدة في تقاريرها السنوية. فيما اعتبر الإعلامي اللبناني نديم قطيش في تغريدة على تويتر أيضا أن تصريح الممثلة الأممية يشكل رعاية أممية وامتنانا موصوفا لميليشيا إرهابية. من بيروت ينضم إلينا مسؤول العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ووزير التنمية الاجتماعية السابق ريشار كيوموجيان. أهلا بك أستاذ ريشار إلى 19. أود بداية أن أسمع رأيك بتغريدة أهلا فيك ورونيكا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، والتي تحدثت عن قيامها بجولة أفق مع مسؤول في حزب الله. كيف تقرؤون هذه التغريدة؟ يعني هذه التغريدة تعبر عن قبول الأمم المتحدة بالوضع القائم في الجنوب. الكل يعلم أنه القرار 1701 ينص على أن المنطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية يجب أن تكون تحت سيطرة مطلقة للجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة. للأسف الكل يعلم والكل يريد أن يغمض عينيه عن واقع هو أن حزب الله موجود فوق الأرض وتحت الأرض بكامل عتاده، بكامل سلاحه، بكامل صواريخه. وللأسف يعني قوات اليونيفيل هي رهينة عند حزب الله. أتت التغريدة للأسف بعد مقتل، بعد اغتيال أكاد أقول، الجندي الإيرلندي برصاص موالين لحزب الله، لبل برصاص عناصر من حزب الله. حزب الله كان يضع خطوط حمر أمام القوات اليونيفيل ليحدد لهم مسارهم، تكونون هنا أو لا تكونون هناك. هو الآمر الناهي في هذه المنطقة،
أراد أن يوجه رسالة شديدة اللهجة لقوات الأمم المتحدة أنه طيب. بإمكانكم أن تذهبوا في هذا الطريق أو نعم. ليس بإمكانكم أنا من يحدد يعني حزب بالرغم من هذه الحادثة التي مهمتكم ومساركم بالرغم من هذه الحادثة التي لا تزال قريبة في الوقت أتى هذا التصريح من مسؤولة أممية، هل تعتقد بأنه مؤشر على تغير المزاج الدولي في التعاطي مع حزب الله على وجه الخصوص بعد كل هذه التقارير التي ترفع بمتحدثة عن تجاوزاته، أم ليس بالضرورة؟ يعني يمكن أحيانا أن يكون رأيها الشخصي وعبرت عنه بتغريدة، يعني لا يعطى أو يحتمل طبعاً. أكثر من اللازم. طبعا طبعا أنا لا أريد أن أحكم الحقيقة، لست بموقع الحكم أو تقييم الشخصي حضرة منسقة الأمم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، هي عملت يعني قامت بتغريدة وصفت اللقاء الذي تم بينها وبين مسؤول حزب الله للعلاقات الخارجية، ولكن يعني لب المشكلة ليست هنا، المشكلة هي أنه قبول قوات الأمم المتحدة بالأمر الواقع الذي يفرضه حزب الله. هي وصفت اللقاء الذي تم بينها وبينه، ولكن أبعد من ذلك هو حقيقة الأمور التي حتى الآن لا تعالج، ويبدو أن الأمم المتحدة ومعها أفريقاء دوليين آخرين يريدون أن يغمضوا عينيهم عن حقيقة الوضع في جنوب خط الليطاني. طيب لماذا برأيك هل هم يربطون الملف اللبناني بملفات أخرى في المنطقة، أم هناك قرار مأخوذ يعني بعدم لنقل تحييد لبنان بالوقت الراهن أو عدم الانشغال به؟ ما في شك أنه لبنان ليس أولوية لدى كل الدول، لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لا يريدون يمكن مشاكل الآن في الجنوب اللبناني، لديهم أولويات أخرى، يعني حرب روسيا على أوكرانيا، الوضع في إيران، العقوبات التي اليوم شهدناها من قبل البرلمان الأوروبي على إيران، يعني في مشاكل سواء دوليا أو إقليميا، في مشاكل كثيرة، وبالتالي هم مع ستاتيكو، يعني مع إبقاء الوضع على ما هو عليه في الجنوب اللبناني. طبعا للأسف يعني حزب الله وضع خطوط حمر أمام عمل قوات اليونيفيل، ويبدو أنهم يقبلون بذلك، لأن الحقيقة هي كما نشهده أن الحقيقة هناك نوع من إقرار بوجود حزب الله الأمني والعسكري، ولو أنهم يغمضون عينيهم عن ذلك ولا يريدون الاعتراف بهذا الواقع. طب بهذه الحالة الفرقاء بالداخل اللبناني المعارضين لحزب الله كيف يمكن أن يتعاملوا مع هذا التواطؤ الدولي الأممي مع الحزب؟ يعني نحن موقفنا واضح، نحن مع سيادة بلدنا، نحن مع سيادة الدولة في لبنان، ونعتبر أنه على الدولة أن تفرض يعني سلطتها وشرعيتها على كل الأراضي اللبنانية. طبعا نحن كنا نأمل من قوات الأمم المتحدة بما هي قوات أممية أن تطبق القرارات الدولية، لا نطلب أي أن ينحازوا إلينا لا سياسيا ولا بتبني آراءنا السياسية، هناك قرارات دولية على الأمم المتحدة أن تطبقها على أقله في مجال عملها مطرح ما هي موجودة. طبعا في قرارات دولية يعني في شرق البلاد بما هي يعني تراقب الحدود مع سوريا، وهو القرار 1680، هناك قرار 1559 الذي يقضي بتسليم كل الميليشيات سلاحها الى الدولة اللبنانية، ولكن هؤلاء موجودين ويجب ان يطبقوا، ولكن هناك القرار 1701 اقله ان يطبقوه في مجال عملهم حيث هم موجودون، ولكن يبدو أنه لا يريدون ذلك ويغمضون العينين أعينهم عن هذا الأمر، ويبدو أنهم يحاولون الحفاظ على الأمر الواقع كما هو على الستاتيكو القائم بانتظار
أمور جديدة أو مستقبل قريب. شكرا جزيلا لك مسؤول العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ووزير التنمية الاجتماعية السابق ريشار كيموجيان، حدثنا من بيروت، شكرا لك. منذ أكثر من أسبوعين والطلاب السوريون في لبنان الذين تستقبلهم المدارس بعد الظهر خارج مقاعد الدراسة، فإضراب أساتذة التعليم الرسمي بسبب عدم زيادة رواتبهم دفع بوزير التربية إلى وقف تعليم السوريين حتى حل الأزمة على قاعدة لا يجوز أن يتعلموا وأبناؤنا لا يتعلمون، قرار اعتبره الكثيرون عنصريا ووضعوه في خانة ابتزاز المجتمع الدولي للحصول على المزيد من الأموال. هو ليس بالوقت السعيد الذي يقضيه هؤلاء الأطفال في لعب كرة القدم، بل هو محاولة لتمرير وقت الدراسة التي منعوا عنها منذ أسابيع بعد قرار وزير التربية بوقف تعليم السوريين بسبب إضراب الأساتذة. زعلان لأنه يعني ما عم روح على المدرسة، وبحب المدرسة كتير. أنا من المدرسة بنستفاد وبنتعلم عشان بكرة بس نكبر نصير دكتورة أو أنسة. محمد المتفوق في دراسته يتحدث معنا عن طموحه المستقبلي بعقل ساهم في نضجه الألم والحرمان الذي يعيشه كل اللاجئين السوريين. أنا بتمنى من الوزير أنه يساهم في دفع مصاري للأنسات عشان نرجع على تعليمنا ونصير على كبر، يعني اللي بده يطلع مثلا بده يطلع ضابط، ما فينا يطلع ضابط إذا ما درست. إضراب أساتذة المدارس الرسمية لعدم زيادة رواتبهم في ظل الأزمة الاقتصادية دفع بوزير التربية إلى الإعلان عن توقف التعليم بعد الظهر لغير اللبنانيين. حوالي 170 ألف طالب سوري مسجلون في مدارس لبنان الرسمية أوقفوا عن الدراسة بسبب قرار وزارة التربية، مرة جديدة يدفعون فواتير غيرهم على حساب مستقبلهم. تواصلنا مع الوزارة للسؤال عن هذا القرار الذي اعتبره الكثيرون عنصرياً، إلا أنها رفضت التعليق، لكن مدير مكتب الوزير كان صرح سابقاً بالقول لا يجوز أن لا يتعلم أبناؤنا وأن يتعلم أولاد غيرنا. بدل ما اليوم يكون في استغلال للاجئين السوريين يلي نحن منقدر أنه نحن كشعب عندهم معاناة وعندنا معاناتنا، ولكن نحن منرفض أنه نحن يستغلون ليجيبوا لنا أموال، مش هن سبب أزمتنا. اليوم المعنيين بلبنان هن سبب الأزمة، ولا سيما رئيس الحكومة ووزير المال ووزير التربية، والمعني الأول وزير التربية، لأنه اليوم كل القطاع التعليمي واقف، وبدل ما يطالب وزير المال ورئيس الحكومة بالإفراج عن الهبات والقروض التي قدمت بيتجه ليبتز الدول المانحة، إذا ما منعلم سوريين ما منعلم لبنانية. مصدر في اليونيسف أشار للعربية إلى أن اجتماعات متواصلة تجري مع المعنيين في الدولة اللبنانية لحل هذه الأزمة، ورجحت ذلك خلال أيام، وحتى فتح أبواب المدارس يبقى الطلاب السوريون واللبنانيون أيضا رهائن الابتزاز المالي الفاضح. ناهد يوسف، الحدث، بيروت. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض، وأيضا أكد على ضرورة إيجاد سبيل لإعادة الهدنة والعمل لتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأكد وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي أن هناك تقدما في اليمن، إلا أن هناك المزيد ما ينبغي فعله. وفي نفس الجلسة أكدت الأمم المتحدة أو مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غرونبرغ أن إنهاء الحرب لن يكون سهلا في ظل انعدام الثقة الذي ما يزال قائما، إلا أن خطوات كبيرة تم اتخاذها في الآونة الأخيرة. لا يمكن إنهاء الحرب إلا من خلال حل نتفق عليه، وهذا ما نعمل عليه حاليا. المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني باليمن موجود هنا، وحكومة اليمن تسعى أيضا لإيجاد وسيلة للاتفاق مع الحوثيين للوصول إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى نهاية هذه الأزمة. الصراع في اليمن لا يخدم أحدا ويتسبب في المعاناة للملايين. الهدف هو إيجاد وسيلة لإنهاء الصراع. كيف وعلى أي أسس؟ هذه أمور يمكن التفاوض بشأنها. الخطوة التي تم إحرازها كانت إيجابية في الأشهر الأخيرة حيث انخفض صوت السلاح، لكن الموضوع لم ينتهي والطريق لا يزال طويلا.
تعيش أوروبا حراكا غير مسبوق، من لندن إلى باريس إضرابات عالم عمالية واحتجاجات. قطاع الصحة في مأزق مع هذه الإضرابات أو من دونها، هكذا يقول العشرات من الممرضين هنا الذين بدأوا أول يوم من إضراب مقرر لمدة يومين. طبعا نقص في الموظفين، ممرضون منهكون وأطباء لا تنتهي لائحة مرضاهم. جميع هذه العوامل جعلت من قطاع الصحة قطاع هارم يحتاج العديد من الإصلاحات. هؤلاء الممرضون يقولون بأنهم هم أكثر من يدفع ثمن فشل الحكومة. هذا الإضراب بهدف تحقيق التوظيف الآمن. نحتاج للتأكد من أن قطاع الصحة آمن لهم وأنه يتم الاعتناء بهم كممرضين وأكبر قوة عاملة في NHS. لا يتم تقديرنا كما يلزم، أليس كذلك؟ لذلك نحن بحاجة لإضراب طال انتظاره على ما أعتقد. طبعاً هذه النقابات تقول إنها البداية لسلسلة من الإضرابات. طبعاً أكبر إضراب سيكون في الأول من فبراير، بالإضافة إلى توعد النقابات نقابة الممرضين إلى إضراب في 6 و7 من فبراير الشهر المقبل. هذا كله فيما يستمر الصدام بين رئيس الحكومة ريشي سوناك والأحزاب المعارضة في مجلس العموم، بالإضافة طبعاً إلى تمسك الحكومة والنقابات بموقفها من رفع الأجور. هكذا كان الوضع هنا في لندن. ننتقل إلى فادي في باريس وذلك لنقل المشهد من هناك. هنا في فرنسا تهدد المعارضة بخميس أسود يشمل إضراباً وتظاهرة تقول إنها ستكون مليونية في أكبر تحرك احتجاجي يقوم به الفرنسيون منذ عام 1995. الحكومة تحذر من أن السماح للمعترضين بالاحتجاج على قانون إصلاح نظام التقاعد وارتفاع الأسعار لا يعني سماحها بشل وتعطيل المؤسسات، تحذير لا يأبه به البعض. الحكومة هي من تعطل البلد وملايين الأشخاص، هي تحاول أن تجعلنا نصطدم مع الناس متناسية أن الأكثرية منهم ضد رفع سن التقاعد. رفع سن التقاعد أخر أحلام كثيرين ممن كانوا يستعدون لمغادرة عملهم في سن 62. أنا من مواليد 1966، سأجد نفسي في نهاية الخدمة مسنا جدا ولن أتمكن من الاستمتاع بالتقاعد. محطة القطار ومترو الأنفاق هذه ستخلو من المسافرين يوم الإضراب، لكن المشهد سيكون مختلفا في الشوارع، إذ تشير مذكرات للاستخبارات الفرنسية بأن التظاهرات ستجمع ما بين 500,000 إلى 700,000 متظاهر، ستحشد لهم السلطات 10,000 شرطي لمواجهة أعمال عنف متوقعة. فادي الدهوك، الحدث، باريس. بهذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى من 19 دقائق ونفتح ملفات الساعة الثانية. ابقوا برفقتي. تقاسم للسلطة بين عقيلة صالح وبين خالد المشري. مفتاح الحل بأزمة هذا الوطن هو ليس في المحاصصة. كيف يمكن الحديث عن ذلك في ظل هذه الأجواء غير المستتبة الآن؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي تحتاج إلى إعادة شرعية. هل يعقل إنجاز قاعدة دستورية يبقى سنة ونصف؟ من هي الأطراف الدولية التي تسعى لإبقاء هذا الانسداد السياسي في ليبيا؟ كل يريد القاعدة الدستورية.
الدستورية وفق أيديولوجيته. الحوار يجري وفق الآليات السابقة وبنفس العقليات السابقة والأسف حتى بنفس الشخوص السابقة. مجلس النواب قد لا يوافق على ما ذهب إليه مجلس الدولة، وبالتالي قد يكون الاحتكام إلى الاستفتاء. كيف يمكن إجراء انتخابات وفق قاعدة لم تضمن هذه القاعدة مشروع الدستور الليبي؟ العالم يتغير من حولنا بإيقاع، بتناغم، كل شيء متقلب، كل إبطاء يعقبه تسارع. ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ثانية. دعيني أبدأ بهذا العاجل الآن. فما تعرفه بالأمس يصبح ماضياً اليوم. Next year could bring a food supply crisis. Simply put, the world may run out of food. فلكي تبقى على اطلاع. طلب إيران بعدم التدخل أو طلب إلينا برلين ورسالة الحرب. هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه. لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية. أعلن الإطار التنسيقي تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني باختيار الوزارات. التقاطعات والخلافات داخل المكونات السياسية بدت واضحة من خلال توزيع الوزارات. أتصور من أن هناك أطراف قد تضطر يعني إلى إعلان خروجها من الإطار التنسيقي. ما هو السيناريو المقترح للخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة؟ ما وصل إليه السوداني إلى الآن هو وجود خلافات عميقة داخل البيت السني حول وزارة الدفاع تحديداً. ماذا عن الأكراد؟ حصة الأكراد في هذه الحكومة المرتقبة؟ الصراع الحقيقي هو الصراع داخل البيت الشيعي تحديداً الإطار التنسيقي. هناك خلاف داخل البيت السني يتمثل بتحالف السيادة وتحالف حزم. معظم الأحزاب الآن المتصارعة لديها ميليشيات ممكن أن تمارس دورها الضاغط. هل يتجاوز محمد شيع السوداني عقبة تشكيل الحكومة بعد هذه الخلافات حول الحصص؟ نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد باليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيات الحوثية أساسا لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامدا رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني؟ التقينا بعض الفتيات من اللواتي يعني من اللواتي. ماذا يحدث؟ لا 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 لا، يقومون بضرب المصور. نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان. أتمنى أن تكوني تسمعين كريستيان الآن. تهاني تهاني، دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحملون السلاح. من منعكم من التصوير؟ ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة الموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجمي عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية.
هي حرب صمت من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. وقعت القذيفة الآن والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب، حيث أن العربية والحلبية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. مع اقتراب السكين الأوروبية على رقبة الحرس الثوري، إيران تهدد بسيناريو تكسير العظام. بالتعاون مع شركات غربية، وثائق سرية تكشف مشروع التجسس الإيراني الأضخم في العالم. إيران الغاضبة من الخليج العربي تصوب نحو رئيس وزراء العراق. وأوروبا تستشف مخاطر اليمين المتطرف على النظام الديمقراطي. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من التاسعة عشرة. قرب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية لدى الاتحاد الأوروبي شغل الصحف الإيرانية، فصحيفة روسكار رأت أن الغرب دخل مرحلة جديدة مع التعامل مع إيران. ونقلت عن الدبلوماسي الإيراني السابق جلال سداتيان قوله إن العلاقة بين إيران والغرب باتت في مرحلة تكسير العظام، منتقدا طريقة تعامل النظام الإيراني مع هذا الموضوع الخطير والحساس. وأشار سداتيان إلى أن أوروبا تستفيد من كل طاقاتها للضغط على إيران وعزلها أكثر عن العالم، لكن طهران لا تمتلك أي وسائل ضغط سوى ورقة الصواريخ. صحيفة شرق هي الأخرى نقلت عن البرلماني السابق والناشط السياسي علي مطهري نظرته للعلاقات بين إيران والغرب، الذي اعتبر أنه في حال تم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية ستدخل سياسة إيران الخارجية وعلاقاتها مع أوروبا مرحلة التأزم. واعتبرت أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية هو بمثابة إعلان حرب ضد إيران. حصلت الحدث على مشروع قرار البرلمان الأوروبي الذي يطالب بإدراج مرشد إيران علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على قوائم الإرهاب، ويطالب أيضا بتصنيف الحرس الثوري والبسيج وفيلق القدس على قوائم الإرهاب كذلك. وتضمن مشروع قرار البرلمان الأوروبي إدانة اعتداءات الحرس الثوري بشدة على أقليم كردستان العراق، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن. كما شمل مشروع قرار البرلمان الأوروبي دعوة إيران للإفراج الفوري عن الرعايا الأوروبيين.
من لندن ينضم إلينا الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية، ومن الكويت ينضم إلينا الدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك دكتور علي، هل تعتقد بأن البرلمان الأوروبي سيلجأ فعلا غدا إلى اعتماد أو التصويت على مشروع القرار هذا الذي ذكرنا أبرز ما ينص عليه؟ تحياتي إليك سيدتي وإلى دكتور منا ومشاهدي الأعزاء. نحن نتوقع أن يصوت البرلمان، ولكن المشكلة بعض الدول الأوروبية، تعرفون بأن جميع هذه الدول يجب أن يصادق على هذا المشروع، فهناك موقف هنغاريا، موقف اليونان، وبعض دول صغيرة من أوروبا الشرقية موقف غير واضح، وسبق أن صوتوا لمصلحة إيران في قضايا أخرى. فهكذا نحن قلقين. 20,000 إيراني من أقاليم الأربعة في العالم، من اليابان إلى كاليفورنيا، ذهبوا إلى ستراسبورغ لمدة أسبوع في برد بقاس، وقفوا وطالبوا بمصادقة الاتحاد الأوروبي على هذا المشروع. نتوقع وأتمنى أن يصادق البرلمان على المشروع قدم. دكتور عايد، من وجهة نظركم، يعني هل تعتقدون بأن البرلمان الأوروبي سيصوت على مشروع القرار هذا، أم توافق على ما ذكره الدكتور علي بأنه بعض الدول الأعضاء لديها حساباتها واعتباراتها، وبالتالي لن تؤمن النصاب لذلك؟ تحياتي لك وللدكتور علي نوري زادة وللمشاهدين الأعزاء. أنا أعتقد أن إذا كانت آلية التصويت بالأغلبية، أعتقد أن الأغلبية ستصوت. أما إذا كانت الحقيقة مثل بعض التنظيمات، الجامعة العربية مثلا، بالإجماع، فهذا للأسف الشديد لن يحدث. ولكن ستكون هناك الحقيقة إجراءات من الدول، يعني وجدنا بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، طبعا بالإضافة للولايات المتحدة، وقد يكون هناك عدد من الدول الاسكندنافية تتجه لفرض المزيد من العقوبات على القادة الإيرانيين وعلى قادة الحرس الثوري الإيراني، ويعني العمل على الضغط الاقتصادي على هؤلاء. ولذلك نتصور أنه إيران ستواجه بالفعل أزمة شديدة في المستقبل. من الواضح أنه الأمل بعودة الحوار على الملف النووي لم تعد قائمة. هل هذا سيفيد النظام الإيراني أم لا يفيده؟ أنا أعتقد أنه بدأت الآن المجموعة الأوروبية التي كانت متحمسة لعودة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التفاوض وجر الطرفين الإيراني والأمريكي إلى التقارب، أعتقد أن الآن هذا الوضع أصبح مستبعداً، ولا أعتقد أنه سيتم خلال المرحلة المنظورة إيجاد حل للخلاف الإيراني الأمريكي. وطالما الأمر كذلك، فأعتقد أن ضغوطات الولايات المتحدة ومجموعة من الدول مثل بريطانيا، وحتى الحقيقة الدولة الصهيونية، ممكن أن تحدث إرباكا كبيرا في المشهد الإيراني، وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذت أخيرا، بما في ذلك الحقيقة إعدام علي رضا أكبري، والذي لا شك بأنه أثار الكثير من الغضب في بريطانيا وفي دول كثيرة. هذا عدا السوابق التي تتعلق بالمرأة وبالمتظاهرين وغير ذلك الحقيقة من إعدامات تمت في إيران. أعود إليك دكتور علي، حقيقة مشروع القانون هذا ينص على العديد من النقاط: إدراج إبراهيم رئيسي وخامنئي على لوائح الإرهابيين، إدراج الحرس الثوري والبسيج على لوائح الجماعات الراعية للإرهاب، أيضا نقل هذا الملف إلى مجلس الأمن، والدعوة إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين الأوروبيين أو يعني من يروج النظام بأنهم جواسيس
الدول الغربية. ممكن مثلا أن يتم التصويت على بنود من هذا القرار؟ يعني الأكيد بأنه كل الدول الأوروبية تريد عودة رعاياها المعتقلين، الأكيد بأنهم يريدون تحويله إلى مجلس الأمن، وربما يكون الخلاف فقط على إدراج الحرس الثوري على لائحة الجماعات الإرهابية والقياديين الرئيسي وخامنئي. سيدتي، هل هناك دولة في العالم مثل الجمهورية الإسلامية تحتجز مزدوجي الجنسية باعتبارهم جواسيس؟ وتبين فيما بعد بأن لم يكن أحد منهم جواسيس، بل بعضهم كانوا على صلة وعلاقة مثل أجهزة أكبر مع النظام، وكان يقترب من بريطانيا بالتوصية علي شمقاني وبالتوصية رئيس النظام علي خامنئي. ما جرى في مناقشات حول هذا المشروع؟ بعض الأصوات كانت تقول بأنه مصادقة على هذا المشروع بمنزلة تعريض مواطنين للخطر، ولكن هل هذا يعني جمهورية إسلامية تفكر بهذا الأمور؟ أحد الهذار أيضا فتح ملف الجمهورية الإسلامية وقال ليس هناك دولة في العالم، بدأ باحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين، شارك في تفجير السفارة الأمريكية ببيروت، مقر المرميز، قتل العشرات من شخصيات اللبنانية، ومحاولة اغتيال أمير الراحل بالكويت، وإشارة إلى جميع ملفات النظام بما فيها اغتيال قادة المعارضة الدكتور شافور بختيار آخر رئيس وزراء، رجل وطني ورجل من أتباع دكتور مصدق، ذبحوه في باريس وقطعوا رقبته، وعديد مثله فريدون فرخزاد الفنان الإيراني والعشرات من الإيرانيين المنازلين قتلهم النظام. حتى هذا القتل السفير السعودي هنا ذاك السيد عادل جبير في واشنطن. هذا النظام إرهابي من رأسه إلى قدمه، هذا النظام إرهابي. خامنئي زعيم إصابة إرهابية تحكم في إيران، وحرس ورئيسي ملفه 6000 حكم الإعدام، هذا الرجل رئيسي والشهادة ابتدائية شهادته، هذا الرجل رئيس جمهورية إيران الدولة الهضارية الكبرى. وبلا أدنى شك العالم يجب جميعاً اعتبار هذا النظام عصابة إرهابية، من الضروري الزوال وإزالة هذا النظام من الوجود، لأن هذا النظام يواصل قتل الأبرياء. يواصل. وضحت فكرتك دكتور علي، سأعود إليك، أنتقل من جديد إلى دكتور عايد. يعني كما رأينا مقاربة المجتمع الدولي فاترة وغير حاسمة تجاه ما يحدث في إيران، الإعدامات التي حدثت في الآونة الأخيرة أثرت على ما يبدو على الشارع الذي بدأ يفقد حماسه لاستكمال هذه المظاهرات. هل هذه العوامل ستؤدي إلى إخراج إيران أكثر شراسة وإرهابية عن السابق؟ أنا أعتقد إيران من الحقيقة نشأت بالثورة الإسلامية في 1979، وهي الحقيقة تخوض حرب ضد الداخل أكثر مما خاضت حرب في الخارج، ما عدا الحرب الإيرانية العراقية، هذه لها وضعية مختلفة. يعني إعدامات بالآلاف على يد خلخالي وعلى يد رئيسي وآخرين الحقيقة، سواء بإحكام قضائية أو إعدامات فورية ميدانية، حدثت للأسف الشديد. والحجة طبعا المعتادة أن هؤلاء عملاء للأجنبي، وأن هؤلاء يعني خارجين عن الملة وما شابه ذلك. يعني حتى الحقيقة مهسا أميني وغيرها، والله نوع اللبس أو يعني الحد، مع أنه يعني مش لبس غربي، يعني لبس عادي، لكن أيضا لم تسلم من الملاحقة والعقاب. هذه الحقيقة هي طبيعة النظام المستبد. النظام المستبد يخاف من ظله، يخشى من أي مرونة. ولذلك كان أنا أذكر أنه كانوا يحاربوا حتى وجود
الستلايت الفضائي للنقل التلفزيوني يعتبروه الحقيقة نوع من إشاعة الفسق والكفر في البلد والفاحشة وما شابه ذلك. وهذا طبعا حتى يمسكوا بقبضة على هؤلاء على المواطنين وعلى كل من يتحرك. كانوا الشباب الحقيقة يخرجون في أماكن ويعزفوا أغاني وكذا خوفا من النظام أن يلاحقهم في هذه الجوانب. ما حدث الحقيقة يعني سواء بالسفارة الأمريكية في جوار إيران الكويت تفجيرات مجموعة تفجيرات الحقيقة سنة 1983 و1985 معظمها الحقيقة يعني من توابع إيران إذا لم تكن إيران لها يد مباشرة من توابع إيران الحقيقة تفجير مجموعة من المؤسسات ومحاولة مثل ما أشار أخي الدكتور علي محاولة اغتيال الأمير الشيخ جابر الأحمد عام 1985. وبالتالي الحقيقة هذه الطريقة هي لإرهاب الداخل وإرهاب الخارج حتى لا يدعو للوضع يتغير في إيران نحو الأفضل. يعني كنا نتمنى أن لتكن جمهورية إسلامية ولكن ديمقراطية بمعنى الفعلي. نعم في إيران أكثر انتخابات ممكن ولكن ليس هناك ديمقراطية، هناك فلترة للمرشحين بحيث لا يترشح إلا الأقرب الأقرب للمرشد الأعلى. نعم شكرا جزيلا لك وبتوصيات منه. وبالتالي هذه ليست ديمقراطية. نفس الشيء على ما يسمى مجلس الشورى وتشخيص مصلحة النظام وغيره، كل هذه الحقيقة هي عبارة حقيقة عن تنظيم حزبي على نمط حزب الباعث على نمط الحزب الشيوعي اللي يكون محتكر السلطة ولا يريد للآخرين أن يكونوا قريبين منه ويستخدم أدوات عند الآخرين. نعم. يعني لها شكرا جزيلا لك دكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الكويت. كما أشكر أيضا الدكتور علي نوريزادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية كان معنا من لندن، شكرا جزيلا لكما. منذ انطلاق الاحتجاجات الغاضبة في إيران لم يترك النظام وسيلة للقمع إلا واستخدمها، وضمن مساعيه لمحاصرة شعبه كشفت وثائقه عن مساع لتطوير أنظمة تكنولوجيا وصفت بالأضخم وغير المسبوقة للتجسس على المواطنين والوصول إلى بياناتهم الشخصية ومن ثم ابتزازهم أو تسليط أقصى العقوبات عليهم. كأن عينها الأولى لم تكن كافية فاستعانت بالعين الثانية لتلاحق مواطنيها في كل محافظة إيرانية في كل مدينة وحتى في كل بيت. والعين الثانية هنا عبارة أطلقت مجازا على أحدث تطبيق يستخدمه النظام الإيراني للتجسس على المواطنين، والهدف بلا شك خنق وتكبيل ومحاصرة كل صوت معارض. فمع تصاعد وتيرة الاحتجاجات المستمرة منذ 5 أشهر أمعنت السلطات الإيرانية في قمع المتظاهرين، سحل وضرب واعتقالات والأخطر من ذلك تقييد الحريات. تقول شركة بيت ديفندر المتخصصة في الحماية الرقمية إن التطبيق يسوق من قبل النظام على أنه يستخدم أداة من قبل الوالدين لمراقبة أطفالهم أو من قبل الشركات لمراقبة أداء الموظفين. وهنا يأتي دور السلطات التي تستغل التطبيق بعد أن تحوله لبرنامج تجسس يطلق عليه اسم آي سباي أو عين الجاسوس. يعتمد التطبيق أساساً على نشر برامج ضارة مخبأة في حزم VPN المجانية والتي ازداد استخدامها بسبب تنامي القيود المفروضة على الوصول للإنترنت. وبمجرد تنزيل البرنامج سيكون آلاف المستخدمين معرضين للمراقبة الرقمية على مدار الساعة، بما في ذلك سرقة المعلومات الحساسة على أجهزتهم ككلمات المرور المخزنة والمستندات والصور، وكذلك استحواذ كامل على الحسابات وسرقة الهوية. الأضخم في العالم، هكذا وصفت مجموعة سيتيزن لاب الكندية نظام مراقبة تسعى السلطات في إيران إلى تطويره، والهدف نفسه التجسس على هواتف الإيرانيين.
تقول صحيفة واشنطن بوست إن البحث الذي اعتمد على مستندات سرية تعرضت للقرصنة أشار إلى أن إيران بحثت تطوير هذا النظام مع شركتين غربيتين، لكن تلك الوثائق السرية تضيف الصحيفة الأمريكية لا تشير بشكل قاطع ما إذا كانت إيران قد نجحت في تشغيل النظام، على الرغم من أن المناقشات مع الشركات الغربية وصلت لمراحل متقدمة جداً. كيف يعمل نظام التجسس هذا؟ تقول الأبحاث إن نظام المراقبة من شأنه توفير معلومات شاملة حول مشتركي خدمة الهاتف النقال في إيران، بما في ذلك المعلومات الشخصية للمواطنين والأجانب بمجرد شرائهم شريحة الاتصال. ووفقاً للصحيفة فإن الوثائق كشفت أيضاً عن مفاوضات بين إيران وعدة شركات أجنبية، بينها واحدة روسية وأخرى مقرها المملكة المتحدة وواحدة في كندا. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضاً. رئيس العراق يقول إنه لا يمكن إرساء علاقات طبيعية مع تركيا بسبب خروقاتها. الحصيلة حتى الآن سقوط خيرسون أمام ماريوبيل، الميناء المحاصر. بعض الناس لم يجد أي طريقة للخروج من هذه المناطق المدمرة. ما يحدث حتى على الحدود البولندية؟ 2,057,114 دخل الأراضي البولندية. حتى الآن تم السيطرة على 50% من مدينة ماريوبيل. قبل أقل من ساعة من الآن حذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير، وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة؟ هل لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب؟ هذا هو الحصار، روسيا تحاصر المدن الكبرى الآن أيضا، وأنا أتحدث إليك أسمع انفجار آخر في هذه اللحظة. روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية اسكندر وطوشكا. موضوع يقلق واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطاعت أن تشكل تحالفات. إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين. نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت. حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعيات. تابع الحدث في مكانه وزمانه. من جديد، يبدو أن الحملة من إعلام طهران على رئيس الوزراء العراقي لم تنطفئ بل تزداد اشتعالا، إذا اعتبر الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط حسن هانيزادة أنه على السفارة العراقية في إيران أن تحذر بشدة السوداني من استخدام ما أسماه بالاسم المزيف مرة أخرى لما وصفه بالخليج الفارسي، معتبرا أن هذه القضية خط أحمر بالنسبة للإيرانيين. ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي العراقي مهدي جاسم. أهلا بك أستاذ مهدي. إلى التاسعة عشرة أبدأ معك بما أنهى به بالتساؤل الذي أنهى به زميلنا تقريره، عما إذا كانت تصريحات السوداني هذه فعلا استدارة في مواقفه أم أنها نتيجة تنسيق مع الإطار الذي يدور بفلك إيران، يعني قراءتكم ماذا تعتقد؟ شكرا جزيلا ست كريستين. لا يخفى على الجميع أن عند تولي منصب رئاسة الوزراء من قبل السوداني كان يحظى بتأييد كبير على أنه الشخصية الوحيدة التي جاءت من داخل العراق،
وبالتالي هذا المفهوم الكبير الذي تم على أساسه اختلاف رؤى الكثير من الداخل العراقي، وهذا ربما لم يحصل مع بقية الرؤساء الوزراء. وبالتالي كاريزما السوداني وامتيازه على أنه الشخصية الداخلية الوحيدة العربية التي تحظى بمقبولية، هنا كان على عاتقه تحمل مسؤولية كبيرة. الإطار التنسيقي اليوم عليه، يجب أن يكون عليه يتحمل مسؤولية الدفاع عن الشخصية التي أبرزها ودعمها ودفعها إلى الواجهة، كي لا يكون لقمة سائغة أمام المد الإيراني الخارجي، لأننا نعلم أن أكثر من صفحة بدأت تستخدمها إيران، خاصة بعد القرارات الدولية الأخيرة بزيادة فرض العقوبات على إيران. بمعنى آخر، أن زيادة الضغط الخارجي على إيران، هناك ضغط داخلي على السياسة الداخلية العراقية، ونعلم جيدا اليوم هناك تحول كبير بالسياسة الإقليمية والسياسة الدولية، واحتواء العراق مرة أخرى بعيدا عن الهيمنة الإيرانية التي كانت الغالبة وربما السيطرة على جميع مفاصل الدولة. هذه التحولات اليوم الخارجية، الضغط الخارجي الدولي على إيران، مع التحول الكبير بالسياسة الإقليمية والدولية على العراق، وهذا الانفتاح الكبير اليوم والتحول الكبير الشعبي الداخلي والخارجي، أثار حفيظة إيران من مخاوف جر العراق من هيمنتها وسطوتها وسيطرتها. لا أستاذ مهدي، يعني لترد إيران بهذه الطريقة وتصاعد، هل فعلا يعني هذه التصريحات من قبل السوداني التي أحيانا يستخدم الخليج العربي بدل الخليج الفارسي الذي تريده طهران، وأحيان أخرى يتحدث عن بقاء القوات الأجنبية لا سيما الأمريكية على الأراضي العراقية، هل هذه التصريحات فعلا يعني تشكل خطرا على إيران لتكون ردة فعلها بهذه الطريقة؟ لا يخفى على الجميع ست كريستين حجم العلاقة أو النافذة الوحيدة ربما التي تغذي سواء السياسة الإيرانية في المنطقة أو السياسة الاقتصادية لدى إيران، وحجم التبادل الكبير الاقتصادي بين العراق وإيران وهيمنة إيران على حتى السوق العراقي، وأيضا واحدة من المنافذ التي فتحت أمام إيران هي قطع الطريق أمام الأموال التي تهرب إلى إيران. هنا استشعرت إيران بمخاوف ومخاطر غلق النوافذ والأبواب أمام يعني سلوكيات أو أمام فائدة أو أمام براغماتية إيران في العراق، سواء جماهيريا سواء شعبويا سواء سياسيا وحتى أمنيا. وبالتالي عملية سحب العراق من سطوة وسيطرة إيران قد تكون قد فقدت الكثير من مميزات ومقومات البقاء الإيراني على قيد الحياة. نعلم جميعا أن رئة إيران هي العراق حاليا، وبالتالي إيران اليوم ترى هذا الانفتاح الإقليمي، هذا الانفتاح العربي، الانفتاح الدولي. السوداني ذهب إلى عمان وأكد على بغداد 2 ودعم العراق اقتصاديا. الولايات المتحدة الأمريكية رومانسكي ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قالت نحن نؤيد وندعم توجهات السوداني في، ونذهب إلى أبعد من أنه نقف معه كثيرا في فتح ملفات الفساد ودعم اقتصاديا ودعم سياسيا. كل هذه المحاولات الآن إيران استشعرت في خطورتها، وبالتالي هناك من أراد أن يقلل من قيمة هذه التصريحات على أنها تصريحات شعبوية، تصريحات إعلامية داخلية لا تدخل في القرار السياسي الإيراني. هنا أراد هذه الأصوات أرادت أن تقلل من حجم المخاوف الكبيرة عند القرار السياسي الإيراني، بأن اليوم السوداني ممكن أن يلعب دورا كبيرا في إعادة العراق إلى واجهة العربية، وأيضا احتضان السوداني للدول الإقليم. ورأينا اليوم الاحتفاء والاحتفالية الكبيرة في خليج 25، وكيف اليوم العرب يحتفلون ويحتفون بالعراق بعودته إلى حاضنته العربية. طيب
لكن بعد لكن هذا الصمت هذا اليوم هذا السياسي الداخلي من قبل الإطار. ردة الفعل الإيرانية هذه التي بدأت باستدعاء السفير العراقي في إيران ولا ندري إلى ما يمكن أن تتطور، كيف يمكن أن يتعاطى معها السوداني ومن خلفه الإطار؟ أساليب الضغط هذه واحدة من يعني من السلوكيات التي أرادت أن توصل رسالة حتى للقرار السياسي الداخلي العراقي وليس السوداني، وهنا أنا أقصد بالسياسة العراقي الفاعل سواء مكونات الأخرى. فسكوت وصمت الكتل السياسية الداعمة إلى السوداني أثارت الكثير من التساؤلات والتحفظات على أساس أنه السوداني جزء من النظام السياسي القائم المدعوم من قبل هذه الكتل السياسية. أيضا على يعني الكتل السياسية الأخرى أن تبدي موقفا حازما أمام هذه السلوكيات الإيرانية بدءا من استدعاء السفير الإيراني في بغداد على أساس أن بالمثل لماذا هذا الهجوم، لماذا هذا الهجوم، لماذا هذا التدخل في الشأن الداخلي العراقي. هذه إفرازات أحرجت الإطار التنسيقي، أحرجت حتى إدارة تحالف الدولة، وبالتالي هذه السلوكيات ربما تفرز كثير من المواقف مجددا إذا ما أوغلت إيران في مواقفها وفي ضغطها على السوداني بسواء العلاقات الخارجية والإقليمية وأيضا القرارات الداخلية. نحن نعلم جيدا الآن أن إيران لديها مشاكل اقتصادية، لديها مشاكل داخلية مع المتظاهرين، هناك نقمة دولية على السلوكيات الإيرانية في الإعدامات، وبالتالي كلما زاد الضغط الدولي على إيران بسلوكياتها في المنطقة سوف يعني تدير بوصلتها تجاه العراق وتضغط على يعني الفاعل السياسي العراقي، ومنها يتحمل السوداني. لا نريد أن يتحمل السوداني وحده هذه الأعباء وهذه المشاكل، يجب أن يكون هناك دعم داخلي من جميع القوى السياسية حتى لا يشعر السوداني بأن مواقفه وأن قراراته قد تكون منفردة، وبالتالي يكون كبش فداء أمام الضغوطات الإيرانية على الفاعل السياسي الإيراني. وهنا ربما الأيام المقبلة تتكشف المواقف الداخلية العراقية بأن السوداني لن يكون وحيدا، وأيضا كلما زادت إيران كلما هناك يحصل على دعم داخلي وخارجي داخلي شعبوي على أساس أنه السوداني رجل من الداخل لم يأتي من الخارج، وبالتالي هذه الميزة الوحيدة قد تكون دافع وداعم لسياساته خاصة. ونحن الآن نعيش فترة جميلة من خلال الخليجي 25 وما تمخض من روح شعبية وروح دولية وروح إقليمية بعودة الحياة مرة أخرى إلى العراق وعودة لك. العراق إلى محيط الإقليمي ودخول الإقليم ودخول الدول العربية بهذه الطريقة المفرحة إلى العراق، وشفنا حالة الأخوة وحالة السعادة وحالة التآخي والسعادة بين الأشقاء العرب وهم يدخلون لأول مرة إلى العراق. ربما هذه المشاعر لك. لم تروق إلى العراقي إيران. مهدي جاسم كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا لك. عبر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عن رفضه للخروقات التركية للحدود، وأكد أنها تضع الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في حرج، وأضاف رشيد أن الموقف التركي من اجتياح الأراضي العراقية بجيشها أو طيرانها يحرج حكومة العراق وحكومة الإقليم ويمنع وجود علاقات طبيعية. وتطرق الرئيس العراقي إلى قضية المياه حيث أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن حصة عادلة من المياه لبلاده. الجفاف يبتلع مياه العراق إلى حد انكشاف خبايا كثيرة كانت مغمورة ولم يعرف عنها حتى تدني مستوى المياه. اليوم بقايا مدرسة خانكي التي قبعت لعقود تحت مياه سد الموصل تطل مجددا بما تبقى من بنائها وبعض الطحالب. من 86 بنت هاي المدرسة بزمان حكومة العربية بزمن حزب البعث يعني نقول. بنت هاي المدرسة بالثمانينات واحنا رحلنا بالخمسة وثمانين جينا على هذا المكان ونثبت بأن هذا المدرسة عائدة لقرية خانك القديمة وأنا مختار قرية خانك القديمة.
ويخشى اليوم من استمرار تراجع منسوب المياه إلى حد تحول مساحات عرفت يوما ما مائية إلى مسطحات رملية لا حياة فيها. نعم هسه أثر علينا وراح تأثر بعد كم سنة، بعد سنتين، بعد ثلاثة، وهسه راح تأثر لأنه من تركيا راح يسدون المي، من هنا المي لازم يروح جوا، يروح على بغداد وغير بغداد، وهذه طبعا هنا جفل وحيرة ما ظل غير نهر الدجلة ما يظل. بلاد الرافدين التي حملت لآلاف السنين هذه التسمية بفضل أنهارها تعاني اليوم فقرا مائيا غير مسبوق، من أسبابه ندرة التساقطات المطرية، وجيران وضعوا السدود والحواجز لحرمانه الحياة، وحروب مزقته، وغياب سياسة أمن مائي تضع حلولا ناجعة. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا بوتين يبرر الحرب بالخيار الأوحد أمام موسكو، ولافروف يشبه الغرب بهتلر. أنت تشاهدين الآن هذه المجموعة من المتظاهرين من أنصار تشرين. ما الذي تغير على صعيد المشهد السياسي وعلى صعيد تحقيق مطالب المحتجين آنذاك؟ الحكومة الآن في أعلى درجات ضبط النفس، المؤسسة الأمنية بالتحديد. يعني كيف يمكن لهذه الأحزاب أن ترى نفسها خارج أي حكومة مستقبلية؟ ارتباط هذا القصف الآن كيف يحلل؟ ما هو منطقه بهذه الكثافة؟ إيران لا تريد اليوم أن يعود العراق إلى حاضنته العربية. من خلف جسر الجمهورية ما زال يغص بالمتظاهرين، البعض منهم يرفع صور الضحايا الذين سقطوا في تظاهرات تشرين 2019. ليس فيه انتماءات سياسية للتيار أو الإطار، أم أنه شارع مختلف تماما عن شارع التيار الصدري الذي كنا نتابعه؟ طبقة سياسية ما زالت تمتلك النفوذ والقوة والسلاح. أعتقد يحتاج العراق إلى وقفة جدية كما تشاهدون بهذه الجولة الحصرية لقناة الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. جديد، مخاطر اليمين المتطرف على النظام الديمقراطي على مائدة البرلمان الأوروبي والمفوضية في ستراسبورغ. مراقبون اعتبروا أن اليمين المتطرف أصبح خطراً حقيقياً على القارة العجوز حتى وإن تجاهلته خلال السنوات الماضية. فشكل الدولة الحديثة الأوروبية كان نتيجة تحجيم اليمين الشعبوي والفاشية والنازية، لأن تلك التيارات التي حكمت أوروبا في النصف الأول من القرن العشرين لم تكن وبالا على الأقليات وحسب، وإنما أدت إلى نشوب حربين عالميتين ودمرت بلدانا بأكملها. الأفكار اليمينية لم تمت بل بقيت كالجمر تحت الرماد، واختبأت هناك في زوايا الشخصية الأوروبية الحديثة تنتظر الفرصة المناسبة حتى تظهر من جديد. هذا ما يلخص إليه مراقبون للمشهد الأوروبي. ويعتبر البعض أن الأفكار اليمينية المتطرفة وجدت مشروعيتها عندما تم تبنيها من قبل السياسيين ينتمون إلى الأحزاب التقليدية مثل ساركوزي في فرنسا أو بيرلوسكوني في إيطاليا. منذ ذاك الحين واليمين الشعبوي ينمو بشكل مضطرد في القارة العجوز عبر شكلين: الأحزاب التقليدية
أو تجمعات غير رسمية، وبالتالي تلك الأفكار تجد من يتبناها دون أن يكون منتميا حزبيا، وهذا ما حدث مع الرجل الذي قام بالاعتداء الأخير في باريس. هذا النمو كان له أسباب كثيرة، منها انتشار خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا في كثير من وسائل الأعلام الأوروبية، ووصول اليمين الشعبوي للحكم في أكثر من دولة، وتعرض أوروبا للعديد من الهجمات الإرهابية من قبل داعش وغيرها من التنظيمات الراديكالية، كما أن أجهزة الأمن كانت تركز على التنظيمات الراديكالية وأهملت اليمين المتطرف، فكانت ترجمة تلك الأفكار اليمينية المتطرفة إلى أفعال عنيفة هي مسألة وقت لا أكثر. خطر اليمين المتطرف لا يمس المهاجرين والأجانب، ولكنه يمس بشكل أساسي الدول الأوروبية الحديثة وقيمها وأسس وجودها. من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي طارق وهبي. أهلا بك أستاذ طارق إلى 19. إذن البرلمان الأوروبي سيبحث خطر اليمين المتطرف وخطره بطبيعة الحال على النظام الديمقراطي في هذه الدول، وكيف يمكن معالجته برأيكم؟ ما هي الأساليب التي يعني بطبيعة الحال هناك تسريبات ودراسات، ما الأساليب التي ستدرسها البرلمان الأوروبي غدا، وآليات العمل لعلى الأقل لجم نمو هذا اليمين المتطرف؟ مساء الخير يا سيدتي، شكرا للاستضافة. يعني أنا أحييك على هذه المقدمة التي هي خلاصة يعني قوية جدا لما نعرفه بهذا التيارات التي هي متطرفة. أما بما يخص السؤال وبالتحديد في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي أكثر من ذلك، أنا برأيي الآن يا سيدتي البرلمان الأوروبي هو موزاييك على شاكلة كل هذه الدول الأوروبية، وهو لا يستطيع أن يتفاعل إلا من ضمن ما نسميه الكتل التي تمثل الأحزاب الكبرى بالاتجاهات السياسية التي هي موجودة فيه، بمعنى أن هناك تكتل اشتراكي، هناك تكتل وسطي، هناك تكتل يميني، ولا يوجد ما نسميه التكتل يعني الإكستريم بمعنى الأقصى اليمين أو أقصى يوجد تكتل لأقصى اليسار، ولكن لا يوجد بالمعنى الحقيقي تكتلا بالمفهوم إلى أقصى اليسار. ولكن كل هذه التجمعات عن ماذا تبحث؟ هي تبحث عن إرساء داخل ما نسميه الاتحاد الأوروبي، أو بالتحديد داخل مجلس النواب الأوروبي، ما يسمى قيود لها علاقة بالانتخابات المقبلة التي يجب أن يكون المرشح أو الأحزاب التي ترشح يعني مرشحين لها أن يكونوا يعني يوقعوا على نوع من ميثاق له علاقة بعدم التطرف أو بعدم الحث على هذه الأفكار التي تذهب بنا إلى أبعد مما حصل في باريس. أكثر من ذلك، قد يكون هو هذا نوعا ما الدفع إلى يعني ارتكاب حماقات أو ارتكاب حتى جرائم بالمفهوم الذي تتعاطى به. ولكن هناك موضوع مهم جدا داخل البرلمان الأوروبي، وهذا ما يطرحه في كل الأوقات، ما مفهوم السيادة الوطنية للدول داخل البرلمان الأوروبي، بمعنى أن هذه الدول عندما تتكلم عن القوانين داخل وطنها لا تقول أن هذه القوانين أو هذه التصرفات قد تذهب بهؤلاء الأشخاص إلى نوع من التطرف، وهذا ما يريده دكتور طارق. بس الاستضاح منك أستاذ طارق، هي بعض الدول الأوروبية بدأت بإجراءات من أجل مواجهة صعود اليمين المتطرف، ولكن رأينا بأنها لم تكن ناجعة. اليوم لماذا ينقل هذا الموضوع إلى البرلمان الأوروبي؟ يعني أوليس
اعتماد قوانين خاصة بكل دولة هو عملياً أكثر نجاعة من اعتماد يعني أو الذهاب إلى قوانين معممة لكل الدول؟ منطقي ما تقولينه، ولكن أكثر من ذلك. يعني رأينا أنه رغم كل ما حصل بإيطاليا، من يحكم إيطاليا الآن؟ هو تجمع له علاقة بماذا؟ باليمين المتطرف. يعني حزب السيدة ميلوني، حزب الأخوة، هو حزب متطرف. الأحزاب التي معها هي أحزاب متطرفة. هذا لم يمنع وصولها إلى الحكم، لأن القرار هو قرار ديمقراطي، بمعنى أن من ينتخب هم الناس، هم الذين يختاروا. ولكن الأهم بالموضوع هي القيود التي توضع. يعني خلينا نقول الكلمة ليست بمفهوم القيود، بمعنى يعني أن أقفل لك الباب للترشح، أبدا. القيود هي بموضوع التزام بحقوق الإنسان، الالتزام بمبادئ شرع. طيب ما هذه هي المفارقة أستاذ طارق؟ يعني يسمون صعود أقصى اليمين بأنه تهديد للنظام الديمقراطي، وإذا كانت الديمقراطية قائمة على إعطاء الكلمة للشعب على ما يبدو مزاج الشعوب الأوروبية في هذه السنوات القليلة الماضية، هو يعني دعم أقصى اليمين أو اليمين الشعبوي. يعني لماذا لا يتم احترام مزاج الشارع؟ مزاج الشارع يحترم. 89 نائب في البرلمان الفرنسي للسيدة مارين لوبان، التجمع الوطني، احترم ذلك. هي كتلة كبيرة تشكل ضغط في مجلس النواب، ولكن لا تشكل هذه الأغلبية، ولكن هي كتلة كبيرة. يعني لم يحلم حزب التجمع الوطني أن يحصل على 89 نائب، لم يحلم حزب الأخوة أن يصل إلى رئاسة الحكومة. يا سيدتي، المشكلة يا سيدتي أن الديمقراطية هي الأساس بالموضوع، ولكن بنفس الوقت خذي مثل فرنسا. فرنسا وزير الداخلية أغلق عدد كبير من الأحزاب التي هي يعني كانت توجهها فاشي أو نازي في فرنسا، وأقفل الباب أمام كل هؤلاء الأشخاص للترشح، وحتى للترشح على صعيد البلديات. بمعنى أن هناك داخل ما نسميه المؤسسة الديمقراطية التي اسمها الدولة الفرنسية، هناك من يقول أن هؤلاء الأشخاص هم خطرين بأفكارهم، هم خطرين بما يصلوا قد يقوموا به. أكثر من ذلك، لنأخذ مثلا عدد من البلديات في فرنسا التي يرأسها أشخاص من التجمع الوطني. هناك من نجح لأنه قادم من خارج الحزب ودعمه الحزب، وهناك لم ينجح لأنه من داخل الحزب ويقيم ما نسميه المبادئ التي أرست عليها السيدة مارين لوبان وقبلها أبيها للوصول إلى الحكم. لذلك أنا باعتقادي أن يؤخذ هذا الموضوع ويوضع في البرلمان الأوروبي. يعني أنا برأيي هذا غير واقعي، وخصوصا أن الكل يبحث عن تعريف ما قد يقوم به الاتحاد الأوروبي وتوزيعه على الدول بهذه الطريقة، وخصوصا أن عددا كبيرا من السياسيين في كل دول أوروبا يقول أن أوروبا تتدخل بالصغيرة والكبيرة وليس لها أن تتدخل في هذه المواضيع. ولكن بعض الذين هم داخل المفوضية مع السيدة فاندرلاين يقولوا أن إذا استطاع البرلمان الأوروبي والمفوضية بعمل شيء ما في هذا الموضوع، قد يحد من وصول عدد كبير في الانتخابات المقبلة، لأن الانتخابات المقبلة هي الانتخابات للبرلمان الأوروبي بعد سنتين. هذه الانتخابات قد تفرز أقل حدية من الأحزاب التي هي إلى أقصى اليمين. ولكن أنا حتى اللحظة باعتقادي لا طالما هناك فشل بالأفكار وحتى بتطبيق الأفكار، إن كانت في اليمين الوسط وإن كان في اليسار الوسط، لطالما لا يوجد حل في هذا الموضوع، ستظل كل هذه الأحزاب التي تنعم بما نسميه انظروا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء بل أخفقوا، هذا الشعار هو الذي يوصلهم إلى سدة الحكم أو يوصلهم إلى الانتخابات وأن يكونوا كتلة قوية داخل البرلمان. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي طارق وهبي، كنت معنا من باريس، شكرا لك.
أوضح البنتاغون أنه يريد مع الحلفاء تغيير ديناميكية الحرب في أوكرانيا عن طريق أسلحة جديدة، فيما صرح الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ بأن المشاورات مستمرة بين الحلفاء لتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية، كما أن كييف بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي وذخيرة وصيانة للأسلحة التي يرسلها الحلف. ستولتنبرغ أكد أيضا أن الوضع الراهن يعد نقطة فاصلة في الحرب في أوكرانيا ويجب توفير المزيد من الأسلحة لكييف. بالمقابل اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حلف شمال الأطلسي بمحاربة بلاده عبر أوكرانيا. لافروف وخلال مؤتمر صحفي قال إن الاتحاد الأوروبي أصبح خاضعا بشكل كامل للإملاءات الأمريكية، مضيفا أن ما يحدث في أوكرانيا هو من مخطط أمريكي هدفه تنفيذ حرب ضد روسيا، حيث شكلت الولايات المتحدة وفق الوزير لافروف ائتلافا من الدول الأوروبية لحل المسألة الروسية بالطريقة نفسها التي سعى إليها أدولف هتلر إلى حل أخير لإبادة يهود أوروبا، بالضبط مثلما أراد هتلر إذن حلا أخيرا لمسألة اليهود. مثلما حشد نابليون أوروبا ضد روسيا، وكما استولى هتلر وجند غالبية الدول الأوروبية واستخدمها ضد الاتحاد السوفيتي، هكذا هو الحال الآن. الولايات المتحدة أنشأت تحالفا يضم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي باستخدام أوكرانيا لخوض حرب ضدنا بهدف التوصل إلى حل نهائي للسؤال الروسي. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما تفعله قواته في أوكرانيا من خلال العملية العسكرية الخاصة هو محاولة لوقف الحرب المستمرة منذ 2014. لم تتوقف العمليات القتالية التي تشمل الأسلحة الثقيلة والمدفعية والدبابات والطائرات في دونباس منذ 2014. ما نقوم به اليوم كجزء من العملية العسكرية الخاصة هو محاولة لوقف هذه الحرب وحماية شعبنا الذي يعيش في تلك المناطق. لقد تحملنا لفترة طويلة وحاولنا التوصل إلى اتفاق، لكن تم خداعنا وهذه ليست المرة الأولى، ومع ذلك بذلنا قصارى جهدنا لحل هذا الوضع بالوسائل السلمية. العدو كان يستعد لتحويل الصراع برمته إلى مرحلة حادة وساخنة. أكرر، لم يكن لدينا خيار سوى أن نفعل ما نقوم به الآن. بعد تحطم المروحية التي كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني وعددا من كبار المسؤولين، هو السيناريو المحتمل الذي تسبب بسقوطها. نستعرض ذلك في التقرير التالي. مهمة عسكرية روتينية انتهت بخسارة أوكرانيا ثلاثة من أبرز مسؤوليها وهم في طريقهم لبقعة ساخنة من القتال. مدينة بروفاريا الأوكرانية أصبحت شاهدة على اللحظات الأخيرة لأولئك المسؤولين، هم وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ونائبه إيفجين إينين وسكرتير الدولة في وزارة الشؤون الداخلية يوري لوبكوفيتش. لقوا حتفهم خلال تحطم طائرة مروحية من طراز سوبر بوما تابعة لجهاز الدولة للطوارئ. حدثت الواقعة بالقرب من العاصمة كييف في مدينة بروفاري على بعد 20 كيلومتراً شمال شرق العاصمة. تسببت الحادثة في سقوط عشرات القتلى والمصابين، بينهم أطفال متأثرين باصطدام مروحية بمبنى سكني وحضانة. رسمياً لا تزال السلطات الأوكرانية تعمل على معرفة ملابسات الحادثة وتجمع الأدلة، فيما أعلنت ألمانيا استعدادها للمشاركة في التحقيق للوقوف على ما إذا كان الحادث مدبراً أم أنه بسبب عطل فني أو بسبب الطقس. الجدير بالذكر أن عملية نقل المسؤولين الأوكرانيين تتم عادة بطائرة مروحية تحلق على مستوى منخفض جداً، ما قد ينطوي على مخاطر عدة. وفاة وزير الداخلية الأوكراني التي تأتي وسط تصاعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا قد تؤثر على عمل الحكومة، مع خسارتها وزيرا مختصا في مهام حيوية بينها إدارة الشرطة خلال الحرب. ختام التاسعة عشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء غدا. Thank you.
حسيت